أما هلأ وصلنا نقول لمحطتنا التالية. خلال سنوات الحرب يمكن كثير من الآلام عشناها، كثير من المصاعب مرينا فيها، ولكن دائما كانت يد المجتمع السوري موجودة، يد التطوع ويد الخير لبلسمة الجروح بجميع القطاعات وبالأهم المجتمع المدني من خلال الجمعيات على الأرض. أكيد سلمى، يمكن خلال فترة الحرب شهدنا جمعيات كثير خيرية على أرض الواقع، المجتمع المحلي كان له دور كبير بالتكافل الاجتماعي. اليوم معنا فريق سوريا بتجمعنا بآخر يمكن فينا نقول حادثة صارت، الحرائق اللي صارت بالمحافظات السورية، شفنا تكافل اجتماعي كتير كبير، شفنا جمعيات يمكن كانت موجودة على الأرض عم تساعد الأهالي على مدار ال 24 ساعة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا سيرين الفرة ورائد البوز أعضاء في مجلس إدارة فريق سوريا، بتجمعنا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير وصباح سوريا اللي بتجمعنا دائما بالخير. على المحبة والخير يا رب. أهلا وسهلا فيكي مدام. خلينا نبلش من الحرائق الأخيرة اللي صارت وعن الدور اللي طبعا اشتغلت عليه سوريا بتجمعنا. طبعا نحن من ضمن إطار الحملة الاستجابة الوطنية اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم هي الإغاثية والمساعدات الإنسانية بالنسبة لأهلنا المتضررين من الحرائق، فنحن جمعية سوريا بتجمعنا لبينا النداء، فكنا بأول قوافل الدعم لأهلنا، فكانت في تنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص، فكانت القافلة الأولى الإغاثية للمساعدات الإنسانية اللي هي عبارة عن عدد من المواد الغذائية، سلة غذائية من المواد العلاقة بالشتاء، الإحرامات والألبسة، الكنزات والجواكيت والأحذية، فكل شيء بنقدر ندعم ونسند أهلنا المتضررين من الحرائق اللي استهدفت للأسف الغابات والمحاصيل الزراعية. هي القافلة الأولى، بس رجعنا من حمص كان عنا تحضير للقافلة الثانية لأهلنا كمان بالريف اللاذقية، فكمان كان في تعاون ومشكور التنسيق بين المديريتين بدمشق واللاذقية، وتقريبا عدنا شيء 6 أيام، 5 ليالي و6 أيام، حاولنا قدر المستطاع نكون مع أهلنا. هلأ نحن هون عم الشق اللي موجود بهذا هو شق إنساني بحت، لأنه نحن إخواتنا المزارعين والفلاحين الأرض هي كتير غالية عنهم، صح. فحسينا أنه هون الوجع زيادة شوي مختلف. لأنه أرضه التاريخ، بالإضافة أنه الشجر هي شجر تعتبر تراث ويمكن بمعزة أولاده بيعتبرها معزة أولاده، فحاولنا قدر المستطاع أنه نخفف من هذا الوجع ونوقف معهم بالإضافة للدعم المعنوي والمادي. أستاذ رائد، يمكن مثل ما قالت الست سيرين أنه بهي الحالة كان الوضع مختلف، لأنه عم نشوف يمكن حرائق كثير كبيره للاراضي للفلاحين، يمكن هي المصدر الاساسي مو فقط لعملهم والقوت اليومي لإلهم، لا بشكل عام لحياتهم كلياتها. المشاركه بهي الفعاليه او بهيدا الدعم مع الناس بالمحافظات السوريه كانت مختلفه يمكن بعتقد عن باقي الفعاليات اللي عم تقوموا فيها. هلا هي مختلفه بصراحه، لانه انت عم تمسي مع حدا فقد ارضه، فقد شيء كثير غالي عليه، فنحن لما عم نطلع لهنيك ما عم يعني حاول نعوضه عن شيء ابدا، يعني تكون طلعها تكون هي معنويه اكثر ما هي ماديه. الماديه مستحيل تعوضي عن اي شيء، عن ارض صلى هو عم يشتغل فيها من اول ما خلق وجدار، ان شاء الله بنزرعها كلياتنا سوا بترجع احلى من قبل يا رب. حاولنا بس نكون احنا يعني معهم، نكون موجودين بصفهم، يعني ما فيك كمان نغطي كل الاماكن يعني، بس احنا اماكن الاكثر تضررا بالمحافظات يعني. ان شاء الله لسه مستمره الحمله، بس ان شاء الله يا رب تكون اخر مره تكون فيها حرائق ويكون في مشاكل. ان شاء الله نطلع بقى زيارات عائلية ونبسط معهم إن شاء الله. هلا بلشت حملات التشجير، يعني كمان عم نشوف أكثر من جمعية بالمحافظات السورية عم كمان تكون مساهمة بحملات التشجير. خلينا نحكي كمان هلا خلال هاي الفترة اللي نحن فيها، جائحة كورونا ما زالت مستمرة، الأعداد عم تزداد عند الأشخاص، ويمكن في كثير ما عندهم قدرة يكون عندهم خليني أقول آلات التنفس الصناعي ضمن المنزل أو مولدات الأكسجين. تنفس هي مبادرة كمان أطلقت، وخلينا نحكي عنها لو سمحت. بالنسبة لمبادرة التنفس، نحن أطلقت من للأسف أول ما بلشت الجائحة من 3-4 أشهر، وكانت شوي قوية ضمن دمشق وريف دمشق، فكانت هي إعارة مولدات الأكسجين، إعارة مجانية بالكامل.
حتى نحن يعني انه مشان الاحتكار اللي صار بصراحه بالسوق هو كان شوي موجع، لان نحن هون عم نحكي بمرض، عم نحكي حياه وموت، يعني ممكن الانسان على نفس سمح الله يصير معه شيء. فنحن كنا موجودين، الفريق متطوع كامل 24 ساعه. طبعا هلا للاسف بعد ما ارتحنا شيء كمان شهرين ثلاثه رجعنا الجائحه انتشرت للاسف حتى بكل محافظات سوريا للاسف يعني. فحاولنا هلا طبعا نكون مجندين 24 ساعه، الطوارئ نحن جاهزين على رقم التليفون اللي موجود هو 0993 450 450. كل يوم عندنا تحديد لمواعيد. والشق دمشق وريفه، دمشق وريفه، وهلا الشق الثاني اللي هو نحن بلشنا في المحافظات. هلا عملنا مثل مذكره تفاهم باعاره هاي المولدات الاكسجين اللي بحاجتها المرضى بينه وبين الجمعيات الموجوده. هلا المذكره كانت يعني حاله تشبيك مع الجمعيات اللي عندها نقص، تمام يصير تمام عمليه تبادل. تمام تمام. حلب، حمص، واللاذقية، وإن شاء الله قريبا بهاليومين حيكون عنا سويداء. وعم نحضر كمان مذكرة تفاهم مع جمعيات بدرعا وبحما وطرطوس. تمام. طيب أستاذ رائد، خلينا نحكي يمكن جدول أعمالكم هي السنة كان كبير، وعم تحاولوا توصلوا لأكبر عدد من الناس يمكن، وهذا مشهور بالمجتمع أساسا السوري هو العمل الإنساني وفعل الخير، يمكن من نحن وصغار وعينا مع أهلينا على هذا الشيء. خلينا نحكي يمكن نحن بنهاية شهر 11 مع بداية شهر 12 آخر السنة، حاطين يمكن للعام القابل آلية عمل جديدة، يمكن بعض المحافظات أو النقط اللي حابين تستهدفوها أو عدد من الشرائح يمكن حابين توجهوا لإلهم. هلا بصراحة جدول أعمالنا لآخر السنة، هلا احنا مستمرين بحملة التنفس، إن شاء الله ما بتطول كثير يعني. إن شاء الله يا رب. الحملة الجاية أو اللي مخطط له إنه نطلع دور الأيتام، نستغل إنه نوزع يعني معونات شتوية مثل أغطية حرامات، جواكيت، اي شيء بتعلق بالشتاء لدور الايتام. بس صب اهتمامنا حاليا بصراحه على التنفس، لانه كادر كامل بده يكون مثل ما قالت المدام يعني بده يكون موجود 24 ساعه. هي الحاله الاكثر انتشارا صح؟ وفي عنا حمله تجهيز، حمله التجهيز كمان مستمره ان شاء الله. هلا قريبا ان شاء الله طالعين باذن الله، كمان حنكون من ضمن الحمله الكبيره للتجهيز ان شاء الله باذن الله. أكيد يعني دائما سوريا بتجمعنا، عودتنا من بداية الحرب على سوريا حتى الآن أنه هي يد فاعلة بالمجتمع، اجتمعت على فعل الخير. نتمنى لكم كل التوفيق، وكل سنة نستضيفكم بنشاطات يمكن تكون عم تبلسم جراح الناس وعم تكون داعم لها. إن شاء الله لكم. شكرا لكم، وشكرا للإخبارية اللي دوما دعمتنا وبتواكب دوما فعالياتنا وحملتنا. شكرا لكم بكل خطواتكم القادمة، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لكم.